اسمه مهرجان كبار صغار. هذا يعني مدخل الفرح لقلوب هالأطفال يلي عاشوا بتعرف وعانوا ما عانوا من فترة سابقة من الإرهاب. فنحن هلأ بمرحلة جديدة بعد هذا النصر اللي بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار حافظ الأسد، وبعد جهود وسواعد بفضل سواعد جيشنا العربي السوري يلي حقق الأمن والأمان على مساحة الوطن بشكل كامل. فلا بد أن نكون نعيش كمان مع الأطفال فرحتهم، منغني معهم، منلعب معهم، ممكن رياضة من خلال الموسيقى. يعني هي بتدخل الفرح والسرور لنفوس رفاقنا وإخوتنا الأطفال. هلأ نحن اليوم عم نشارك بمهرجان صغار كبار الفنون بتجمعنا، طبعا برعاية وزارة التربية. هذا العام نحن هذا العام اسمه عام الفرح، عام الغوطة. فنحن حابين انه نظهر الفرح اللي موجود بنفوس اطفالنا، نترجمه على ارض الواقع من خلال فعاليات رسم، موسيقى، رياضة، مسرحية. في عندي كمان شيء انه هو شعار قوتي بتعليمي، كمان نحن حبينا انه ندخله ضمن هاي الافكار لحتى نشجع الاطفال من تلاميذ الفئة بي اللي هي مثل ما بتعرف يعني انه انحرموا من التعليم، صار في عندهم سنوات ضياع من التعليم. فهلأ نحن عم نحاول نشدهم للمدرسة من خلال هاي الفعاليات. هلا صرنا نحن فترة عم نحضر للمعرض صغار وكبار. الأطفال متجاوبين وما أحلاهم، في مواهب كتير عنا بالمدرسة، بس المواد صارت غالية كتير، فشوي كان في صعوبة بالمواد إنه كيف عم نجمعها. والولاد متفاعلين كتير وأعمالهم حلوة، وبالصف بتجاوبوا ما أحلاهم. شملت من صف الأول لصف السادس، والأعمال حصرا من المادة من الكتاب، صار عنا منهاج نظامي من الكتاب، الأعمال كلها موجودة بقلب الكتاب. تدربنا بعد مشاركة أنا بفقرة رياضية تدريب العام سيرنا العرب، بدنا نعملها هلا ويعني وهي ممتعة هيك فيها متعة. والله تمام، ساعدنا رفقاتي برسم رسمات حلوة هيك لوحات حطيناها. شو الرسمات؟ رسمات عن الطبيعة، مثل موضوع علاقتي مع الطبيعة هيك شو.